سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من نافذة على مصر. واصلت محكمة جنايات القاهرة المصرية محاكمة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر. كما أحالت النيابة العامة الأحد 58 مدنيا بمحافظة الجيزة إلى المدعي العام العسكري لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف. وورد في بيان للنيابة العامة أن تحقيقات النيابة كشفت قيام بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابيين الهاربين خارج البلاد المشكلين لما يسمى دعم الشرعية، قاموا بالتنسيق مع القيادات الوسطى للجماعة بمحافظة الجيزة المتواجدين بالبلاد عقب فض تجمهري رابع العدوية والنهضة، واتفقوا على تصعيد نشاطهم الإرهابي داخل البلاد حسب نص البيان. من جانب آخر، وبعد حكم الحبس النهائي الصادر بحق أحمد موسى أحد أهم الأذرع الإعلامية للسيسي، فتحت النيابة العامة في مصر تحقيقا مع صحفي آخر يعد أهم أو أحد أهم أذرع السيسي الإعلامية أيضا، وهو رئيس تحرير صحيفة وموقع اليوم السابع خالد صلاح، بتهمة نشر أخبار كاذبة تسهم في تكدير السلم والأمن العام. والموضوع يتعلق بالحديث عن إرهابيين هاجموا سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ. على صعيد آخر، تصدر الصحف المصرية الأحد مزاعم وجود مبادرة إخوانية للمصالحة مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فيما أكد مراقبون أنها محاولة أمنية لإضعاف الحصار الداخلي الذي يشعر به السيسي حاليا وإجهاض الاحتشاد الشعبي المتوقع خروجه مطالبا برحيل الانقلاب في 30 يونيو الحالي. مشاهدينا، هذه المواضيع ومواضيع أخرى أطرحها على ضيفي هنا في الاستوديو السيد المهندس أحمد سعد الناشط السياسي المصري. أرحب بك مهندس أحمد. لو بدأت معك بمحاكمة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي مع عشرة آخرين، يعني السؤال المطروح، إذا كانت هناك قضايا حكم فيها على الرئيس محمد مرسي بالإعدام وعلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالإعدام أيضا، لماذا الاستمرار بالمحاكمات في قضايا أخرى أيضا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا القضية المعروضة النهاردة والقضية المعروضة بعد بكرة إن شاء الله هي من قضيتين بعد بكرة 15 اللي هو تأكيد أو النطق بحكم الإعدام على الرئيس محمد مرسي بعد تأجيلها لمدة أسبوعين، هي ثلاثة من خمس قواضي مرفوعة على الرئيس محمد مرسي أو اتهامات، ولسه في قواضي تانية تحت يعني لسه بيحضروها يعني وهم لسه يعني بيحضروا كل شوية التقاضي. هذا النوع من القواضي هو محاولة الضغط على الرئيس محمد مرسي بشتى الطرق لإجباره على التنازل وإجبار جماعة الإخوان المسلمين أو إجبار المؤيدين للشرعية بالرضوخ للأمر الواقع. هذا هو السيناريو المطروح من قبل أو فكر العسكر الحالي، هو الضغط والضغط والضغط. وجدنا امس محكمه النقد ترفض او تؤكد الحكم على عبد الله محمد مرسي ابن الرئيس محمد مرسي بسنه مع شغل اتهامه بشرب مخدرات. انا بستعجب بس ازاي شاب من شباب يعني عشرينات يشرب مخدرات واصلا ما بيشرب سجاير، يعني معروف ان اللي بيشرب سجاير ده هو يعني اساسا يشرب سجاير اول بعد كده مخدرات، انما يدخل مع المخدرات يبقى ده شاب يعني ما شاء الله عليه، يعني ايه ده هو يعني ما عرفوش يعني. للاسف شديد هو شغل ان هو بيحاولوا يضغطوا بشتى الطرق على الشعب والرئيس محمد مرسي بالقبول بالامر الواقع، وهو القبول بالحاله الحاليه وهو الانقلاب العسكري. وجدنا صمود الرئيس محمد مرسي، وجدنا رسالات الرئيس محمد مرسي للشعب المصري والثوار القائمين، وجدنا ثباته وقبوله وانه في روحه فداء لهذا الوطن وانه يعني دمه فداء لله سبحانه وتعالى وللقضيه المصريه، ولن يقبل باي رضوخ. كان الرئيس محمد مرسي ثلاث املاءات، لا للانقلاب، لا للمحاكمات، لا للقبول بحكم العسكر والقصاص للشهداء. وبالتالي نحن امام صمود، امام تحدي، امام قوه، وهي قوة الرئيس محمد مرسي التي يستمدها من قوة الشارع في مصر
القاس والداني يعلم أن في مصر قمع أمني ودولة بوصية. القاس والداني يعلم أن هذا النظام هو نظام دموي، ورغم ذلك اليوم الأمس وغدا إلى أن تقوم إن شاء الله ينكسر هذا الانقلاب، الشعب المصري السائر الحق في شوارع مصر لا يهاب رصاصات العسكر، لا يهاب اعتقالات العسكر، لا يهاب الاعتقال والتعذيب والسجون والاختفاء القسري، لا يهاب إلا شيء إلا هو يطلب حريته، والحرية لها ثمن ودائما الثمن غالي. وربما أحد الأثمان هو يعني التحويل إلى المدعي العام العسكري، يوميا نسمع عن تحويل أعداد بالعشرات إلى المدعي العام العسكري. لماذا العسكري وليس المدني؟ أولا العدد الإجمالي تقريبا فوق 4600 مدني يحاكم أمام محاكم عسكرية. لماذا يحاكم أمام محاكم عسكرية؟ المعروف دائما أن المحاكم العسكرية تكون لها يعني قصر في المواد، يعني في الأوقات، يعني ممكن المحكمة المدنية تاخد سنتين ثلاثة أربعة، المحكمة العسكرية في 6 شهور. يعني احنا وجدنا مثلا عرب شركس تم تحويل للمحاكم العسكرية وفي خلال سنة تم القبول وإعادة المحاكمة والطعن وتنفيذ الحكم في خلال سنة. في بعض الأواضي الثانية زي مبارك قاعد بال4 سنين، في بعض الأواضي الثانية بتقعد بال20 سنة في المحاكم، وللأسف الشديد هذا هو حكم العسكر المحاكم العسكرية. نحن طالبنا عندما قامت ثورة 25 يناير أن له لا توجد محاكمات للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتم تنفيذ هذا، وحتى هذا الدستور أو دستور الدم كما يقال عليه يحرم وجود محاكم عسكرية، ولكن ما أصدره السيد السيسي بالقانون اللي هو الذي أصدره من منذ عام اللي هو تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية إذا تمت أي اتهامات للمدني أن هو محاولة لقلب نظام الحكم، محاولة لتخريب منشآت عسكرية. كما وجدنا مثلا في الفيديوهات الشهرية المنتشرة أن بعض الشباب لما يدخلوا البترول ستيشن أو محطات البنزين وعسكري مثلا يتخانق معاهم أو ظابط يقول له أنا أوديك محاكمة عسكرية، فبالأسف هو ده محاكم اللي هو هذا النظام الاستبدادي، هو ده النظام القمعي في أي دولة. يعني محاولة للمحاكم العسكرية حتى يتم تنفيذ الأحكام بسرعة. طيب يعني طالما نتحدث عن القضايا والمحاكمات، هناك أيضا من أذرع السيسي الإعلامية من يعني يحولون إلى المحاكمات هذه الأيام، أحمد موسى حكم عليه بالسجن لمدة عام، واليوم ترفع قضية على رئيس تحرير اليوم السابع بتهمة نشر أخبار كاذبة. السؤال المطروح، إذا كان هؤلاء يعني هم بتوع الأمن كما يقال ويتحدثون كما يأتيهم من الأمن أساسا، يعني نحن نسمع عن أنه كل إعلامي يأتيه من الأمن ما يجب أن يتحدث به هذا اليوم، لماذا ينقلب عليهم إذن السيسي ويحاكمهم؟ السيسي لم ينقلب عليهم بدليل أن أحمد موسى مثلا الحكم اللي واخده ده بقاله يمكن 2 3 شهور لم ينفذ، بدليل أن خالد صلاح وأبو يعرب بن قوسين خالد لمونة اللي هو الاسم بتاع الحركة في أمن الدولة، خالد لمونة كما يطلق عليه ده المذكرات أمن الدولة بتقول كده، وهو العميل اللي هو سري للغاية، يعني عميل كويس جدا ويعني راجل يثق فيه أمن الدولة. فأمن الدولة لن يستطيع أن هو يعني خالد صلاح أو أحمد موسى من رجالة عبد الفتاح السيسي ما يقدروش، عبد الفتاح السيسي لن يجرؤ عبد الفتاح السيسي ان هو يعني هو ممكن يحاكمهم محاكمات ثوريه حتى يوصل رساله للغرب كما قلنا قبل ذلك ان احنا ما فيش حد قدام، كل الناس قدام القانون سواسيه. وطبعا هذا كلام يعني كلام مش مظبوط، فعلا رجاله الاعلام واذرع الاعلاميه للسيسي كما قال من قبل ذلك هم احد اركان نظام عبد الفتاح السيسي، ولن يجرؤ عبد الفتاح السيسي ان يحبس احمد موسى ولا خالد صلاح ولا اي واحد من الاعلاميين دول ساعه واحده. هو ممكن يقول اعلاميا هنعمل محاكمات، فاكرين احنا كلنا مرتضى منصور اللي هو اللي هم بيقولوا عليه مشرع ونادي رئيس نادي الزمالك، كيف ان هو يعني اختفى في ايام رئيس محمود مرسي، فاكرين احنا توفيق عكاشه كان عليه حكم بالحبس، ولن يجرؤ وقتها اي حد انه يحبسه. وبالتالي هي انا اعتقد هي عباره عن رسالات للغرب، نحن أمام عندنا نظام قضائي أو إحنا عندنا نظام لا سواسية ولا أحد فوق القانون. وفي نفس الوقت هي ممكن تكون رسالة لوي ودان أو قرصة ودان للصحفيين والإعلاميين
وجدنا مثلا بعض مثلا في الوطن، جريده الوطن، بعض المقالات تحذف او تلغى، وجدنا بعض العناوين المثيره لافتتاح السيسي تلغى وتحذف، فهي ده بعض نوع من انواع الارصدودات فقط. ولكن البعض يرى فيها بانها تعبير عن الصراع الدائر بين المؤسسه العسكريه او مؤسسه الانقلاب اذا صح التعبير، وبين الدوله العميقه، وهذا ما طفى على السطح من هذا الخلاف. اكيد، ودي ممكن تكون نوع من انواع الصراع، اللي احنا طبعا نعلم ان السيسي يواجه اربع خمس يعني ناس مقلقين السيسي، احمد شفيق مثلا، وتم القضاء على احمد شفيق تقريبا، واحنا قلنا احمد شفيق قبل كده ان هو بكلامه ان هو عايز يرجع مصر، وعمل تاسيس الجمعيه الوطنيه، والنهارده قدم استقالته منها، وبعد كده احمد شفيق عمل لقاء مع عبد الرحيم علي وتم منع هذا البث، وطبعا ده كان، ودي طبعا كان بعد زياره محمد بن راشد لمصر، وبعدها على طول احمد شفيق سكت. انا اعتقد ان عبد الفتاح السيسي فعلا كان ليه يعني هو صراعات جانبيه. اعتقد ان عبد الفتاح السيسي يعني لما عمل هم كما يقال ان عمل اقامه جبريه للفريق عنان وابنه، وعمل اقامه جبريه لمبارك، وهو طبعا احمد يعني يعني السيسي يخاف من رجال الاعمال، رجال الفضائيات، محمد الامين، المعظم اللي هم رجال الفضائيات، وبالتالي نعم هناك ممكن تكون حرب خفيه، ويبدو في الافق اننا سوف نرجع لايام عند محمد انور السادات في 15 مايو 1971، هي بيقولوا عليها ثوره تصحيح، لما خد الجماعه بتوع المعارضين له في ليله واحده. بس انا لا اعتقد ان عبد الفتاح السيسي يجرؤ ولا يستطيع ان يفعل ذلك مع مبارك وعنان وسويرس، رجل اعمال الذي يعني يقال ان هو يعني عايز يشكل اذرع سياسيه، هو عنده اذرع اعلاميه دلوقتي سويرس، ولكن هو عايز يسيطر على البرلمان كما يقال، وخاصه الكنيسه والأقباط المؤيدين لسويرس، وبعض أو معظم رجال الأعمال الفاسدين الذين يريدون من سويرس، حتى أن يقال أن 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 في بعض الآن تحرك يعني حاجات يعني تدين سويرس في قضايا مثلا الضرائب اللي رفعها عليها الرئيس محمد مرسي، والذي أصر الرئيس محمد مرسي كانت 14 مليار جنيه. نعم. بعض هذه الأشياء ممكن أن تكون من الحرب الخفية ما بين السيسي والدولة العميقة. طيب، دعنا نشرك معنا في هذا الحوار الدكتور حمزة زوبع، القيادي في حزب الحرية والعدالة، ينضم إلي من اسطنبول. أرحب بك دكتور حمزة زوبع. إذن يعني هذه المحاكمات التي يتعرض لها بعض الأذرع الإعلامية، إضافة إلى ما شاهدناه في الآونة الأخيرة بين السيسي وأحمد شفيق، هل نتحدث عن صراع بين الدولة العميقة ومؤسسة الانقلاب، أم هي ربما فيلم كما يقال للضحك على الذقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ليست فيلم، لأنه يعني هم اتفقوا جميعا على الإصاحة بأول رئيس منتخب بأكبر فصيل سياسي، وبعد مرور الوقت اكتشف الجميع انه لا السيسي هو رجل تشاركي تصالحي توافقي يمكن ان يصنعوا معا يعني حلمهم فيما بعد لطاحه بالاخوان اذا كان لهم حلم اصلا. واكتشفوا ايضا انه هذا الرجل بهذه بعد ان خلع البدله العسكريه اكتشفوا انه يعني فارغ، يعني لا شيء، هوا فاضي. ظهرت الامور، هم يعني اراد البعض ان يساعده او يعتقد انه مقدور ان يساعده، لكن طبعا السيسي لا يريد احد يساعده. السيسي قال في اليوم الاحتفال بمرور سنه سودة على مصر امساكه بالحكم، قال ان انا اتفقت من الاول ان الجيش يساعدني، انه ده كان وعدنا واتفقنا، يعني اتفقنا على كده. فالراجل واضح جدا ان الجيش هو اللي بيحكم قدامه. هل ده يعني السيسي بيصدر لهم الان اللي بيعرضني بيعرض مصر، اللي بيعرضني بيعرض الجيش والكلام ده كله؟ لكن احنا امام صراع حقيقي بعد فشل السيسي والانقلاب في حتى تحقيق هدفه الرئيس، وهو يعني الغاء شرعيه الرئيس محمد مرسي. اليوم ونحن نتحدث في كل مكان صور الرئيس محمد مرسي، اليوم في كل مكان تطارد صور الرئيس محمد مرسي وانصاره يطاردونه أزلام النظام في أي مكان في الخارج. إذا النظام زي ما قال عبد الله السناوي أحد كبار كتاب الصحفيين المؤيدين للانقلاب،
نظام معزول دبلوماسي بيخاطب نفسه وبيخاطب الفنانين. ولكن إذا كان السيسي بهذا يعني داخل في صراع كما تفضلت مع أحمد شفيق والثورة بهذه القوة، لماذا تلهثون كما تقول الصحف المصرية خلف محاولات للمصالحة مع السيسي من خلال مبادرات؟ وهناك أحاديث كثيرة عن عدة مبادرات تطرح للحل، وإحداها تحدث عن غياب الإخوان أو حزب الحرية والعدالة عن السياسة لمدة 10 سنوات مقابل إطلاق سراح المعتقلين. طيب ما كنا وافقنا بقى من أول يوم وخلاص وخلصنا. ما إحنا إذا كانت القصة هي إن إحنا يعني نرضى بما يلقيه لنا السيسي نفسه، قال لك أنا عرضت عليهم وهم رفضوا، يعني كان برضه بشويه ذكاء كده كنا ممكن الناس تقبل. يعني هي القصه مش كده، القصه انه البعض بيحاول يصور للعالم في اوقات زنقته ان الاخوان يعني بيلهثوا او الحر والعداله او الثوار عموما، لان في الشارع مش اخوان بس بيلهثوا وراء او بيبحثوا عن مبادره. كل ما تعرف انه بدل الاعلام المصري الانقلاب ده يتكلم عن المبادره يبقى في ازمه او مصيبه، في حادثه، في حاجه هتحصل، في شيء غير عادي هيتدبر. هي دي القضية، هو يريد أن يخرج من يعني من الحصار اللي هو موجود فيها. أسألك سؤال، لو كان هذا النظام يستطيع أنه يعني يقضي على الإخوان ما أضاف عليهم ليه؟ لديه المليارات ولديه ما يقول أنه معاه شعب 30-40 مليون ولديه كل شيء ولديه إعلام ولديه كل شيء. السؤال، من يخرج بهذه المبادرات ومن يتحدث عنها؟ لما تيجي تسأله يقول لك أنا أديت مبادرة، يقول لك لا والله ده كلام جرايد. هتكون المبادرات القديمة كده وشوفها، مش هتلاقي فيها حاجة خالص أبدا. هو مش هتلاقي هل تقدم الإخوان رسميا بذلك؟ هل تقدم حزب القضية العدالة بذلك؟ هل تقدم الثوار في مصر بذلك؟ أبدا. كلام فرقعة وموويل وبعدين يشغل العالم كده زي الطريقة القديمة اللي قلت لحضراتكم عليها قبل كده، شفت العصفورة وعامل مصيبة ثانية في حتة ثانية. نعم. طيب يعني في السيسي في الزيارة التي كان من المفترض أن يذهب بها إلى جنوب أفريقيا لحضور المؤتمر هناك، وفي آخر لحظة عدل من رأيه ولم يذهب إلى هناك. يعني الأقاويل والتوقعات كثيرة حول عدم ذهابه، هل تعتقد بأنه يعني امتناعه عن الذهاب يدخل ضمن صراعه مع أحمد شفيق وخوفا من الانقلاب عليه أم خوفا من الاعتقال هناك؟ لا، هو الحقيقة على رأي الشباب على الفيسبوك بيسمينه ابن المحظوظة، بيقول لك ابن المحظوظة فلت وحط نحسه على الرئيس عمر البشير واتقبض على ولا في النهارده دلوقتي خبر انتوا ناشرينه ومن الدورية موجود انه الرئيس البشير يعني معرض للاعتقال في جنوب افريقيا. نعم. لا طبعا هم يدركوا، هم يدركوا جميعا انه السيسي غير مرغوب، يعني لا يستطيع ان يتحرك كثيرا. يعني هو وبعدين هو عمال يتحرك بفلوس مين لما اخذه؟ جاب ايه من بره يعني؟ جاب العار والشرار، اديك بتشوف بيروح في كل حته بياخذ يعني اللي فيه النصيب من الشباب والشابات. وبعدين المساله بدات تبدو انها جديه. الحاجه الثانيه ان خروجه من الانقلاب هيحصل سواء كان في البلد، اذا كانوا عاوزين يعملوا عليه انقلاب يعني انقلاب عسكري او انقلاب قصر داخلي يعني هيعملوه سواء كان داخل ولا خارج، يعني هتفرق في ايه يعني؟ لو انه فعلا في حقيقه ان هم يشيلوه الجماعه المتآمرين عليه، الجيش والله يعني زي ما قبلوا الخيانه على مرسي، يعني قبلوا خيانه ضد مرسي يقبلوا الخيانه عليه، يعني هو عز من مين يعني؟ يعني لا عنده حد يدافع عنده ولا له ظهير شعبي. يعني احنا جبناك يا باشا هنشيلك يا باشا خلاص. يعني انا اقول لك مساله السيسي دي مش هي العمق الاساسي اللي احنا فيه. المساله كلها تتلخص حول من يقود مصر، هل الشعب ام الدوله العميقه؟ من يتحكم، اراده الناس ولا اراده العسكر؟ من يدير ويسيطر على موارد مصر، الاستغلاليون والمفسدون ولا الأحرار والناس النظيفة؟ هناك صراع عميق واضح جدا، مش في مصر بس، في المنطقة كلها، المنطقة كلها على شفا جرف نار. يعني شوف مثلا اليمن، لم يعني الدول العربية الخارجية ساعدت علي عبد الله صالح، انتهى الأمر بإيه؟ هو ضرها.
علي عبد الله صالح ضر السعوديه وضر الدول اللي جنبه، المنطقه كلها ساعدت بشار الاسد عشان يبقى في السلطه، وبعدين هو ضرها وجاب لها ايران. المنطقة كلها ساعدت الانقلاب على على وجود العسكر الامريكان في العراق. ما هي اللي اضطررت؟ انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، الاستبداد لا ينتج تقدما ولا حضارة ولا شيء. اللي بيساعد المستبد النهارده هينكوه بناره بكرة. نعم يعني احنا بنقول يعني، لا بس لحظة، انا عاوز اقول ان دي رسالة من لكل الناس في كل مكان. هذه الاشياء اللي بتحكم في البلاد العربية بالعصب بالحديد والنار يجب أن تلقى بها في صناديق الزبالة، والدول العميقة يجب أن تنتهي لأنها لا تنتج دول. الدول العربية أصغر دولة في جنوب شرق آسيا متقدمة عنها يا راجل، دي فيها الدول اللي تنتج نفط. نعم. يعني حتى الدول اللي عندها نفط وبيطلع لها نفط كده بتعريفة اللتر في البرميل في اليوم ما بيتكلفش دولار، مش أفضل حال أبدا من دول في جنوب شرق آسيا ما عندهاش نفط ولا حاجة. نعم. الحرية والديمقراطية وتبادل الرأي وحقوق الإنسان هي التي تبني دول. نعم. دول لا تبنى لا بالمال ولا بالاستبداد. يعني يقول البعض بأن أساسا محمد بن زايد هو من يتحكم في من يحكم مصر وفي مواردها وفي كل شيء، هل تعتقد بأن ضمن هذا الصراع أحمد شفيق هزم في هذه المعركة، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن اعتذار من قبل حزب شفيق وأنصاره وأيضا استقالة شفيق من حزبه؟ شوف انا كنت اقول هذا ان اولاد زايد هم اللي تجبروا، لكن انا اعتقد مع مرور الوقت تبين لي شيء مهم جدا، هؤلاء اصغر من ذلك بكثير، هؤلاء يحركهم الموساد والاسرائيليون. لو نظرت الى مؤتمر هتزيليا والكلام الذي قيل فيه لشعرت بمدى الفرح والانبساط بما يحدث في المنطقه وما يحدثه آل زايد. هذا انا يعني انا اتراجع الان على الهواء عن فكره ان اولاد زايد دول يقدروا يعملوا حاجه، هم مجموعة دمى في يد أناس آخرين. أما أحمد شفيق وهزيمته ولا غيره، أحمد شفيق والسيسي وساويرس والعالم دي كلها منتجات مفردات لمركب واحد اسمه الانقلاب. وبالتالي هو رئيس وزراء الإمارات ورئيس حكومة ورئيس إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد قال للسيسي ما تترشحش، كان هناك صراع على المصالح والان واضح جدا ان هناك صراع، لكن هل يعني كل ده لصالح الشعب؟ لا ابدا، هو بس بيوضح حقيقه ان هذه المجموعات المتصارعه التي اتفقت يوما ما على انها تطيح باول رئيس منتخب الان تتصارع لكي تبحث عن خليفه للسيسي. كل دول لا مؤاخذه كلهم في جراب واحد في جراب الحاوي، وكل دول ما يلزموش مصر ولا يلزموا الحريه ولا يلزموا الديمقراطيه ولا يلزموا الانسانيه اصلا. يعني هيجي في يوم من الايام ابن حضرتك وابني هيقول يا كان في حاجه كده اسمها انقلاب ومرض، ويقعد يضحك وينكد ويقول ايه ده معقوله؟ كان في سنه 2013 يقول له ايوه يا ابني كان في وحصل وكان قائد اسمه كذا كذا. ده شيء من نكد الدنيا يعني. نعم. طيب دكتور حمزه، يعني طالما تحدثت عن ان المنطقه كلها على جرف هار، يعني وتحدثت عن اليمن وعن سوريا بعد ان اكد الثوار في سوريا على وجود اسلحه صناعه مصريه لدى نظام بشار الاسد يقتل بها السوريين، اليوم هناك انباء مؤكده تتحدث عن اسلحه مصريه بيد الحوثيين في اليمن أيضا للسيطرة أو للانقلاب في اليمن. السؤال هنا، ما هو الدور السيسي في هذه في تدمير المنطقة أو الذهاب بالمنطقة إلى الهاوية؟ يا سيدي أنا قلت هذا الكلام منذ اندلاع الحرب في اليمن، قلت إن السيسي لا يمكن أن يأمن إلى يعني بعد وفاة الملك عبد الله إنه لن يعطي يعني نفسه ويهب نفسه للسعوديه، لانه عارف هو عمل ايه في السعوديه في الداخل، والسعوديين يعرفون ذلك وشرحت ذلك بالتفصيل في البرنامج عندي. وعاوز اقول لحضرتك ان هو يعني التقى بالايرانيين وارسل رسوله محمد حسن الهيكل وغيره من يعني الوسطاء
لترسيخ العلاقه مع اليمن ومستقبل الحوثيين. وانا دائما عندي قاعده انسانيه اخلاقيه انه لا يمكن ان اثق في شخص انقلب وخان، يعني انا اقولك من العقل والحكمه لاي انسان، يعني مثلا السعوديه اي حكيم فيها اي عاقل فيها لما يجي يتعامل مع السيسي هيسلم عليه ويعد صوابه. ليه؟ لانه ده الراجل انقلب على الرئيس، يعني حاجه عاديه جدا. يعني تقول ان هو في سلاح في اليمن وفي سلاح، ممكن تبقى في سلاح مع فصيل من فصائل في العراق، ما هو بعد سلاح للعراق، وقال رئيس الوزراء الحرامي بتاع العراق قال احنا عاوزين سلاح من ذخيره من مصر، فعادي جدا. ويبعت هذه الذخيره عشان تقتل السنه. هذا الرجل يبحث عن ويعتبر ده ايه؟ هو بيعتبر ده حاجه عظيمه جدا. احنا الحمد لله ايدينا واصله في هذه الدول، بنورد سلاح هنا وبنورد مخبرين هنا وبنورد مخابرات هنا. ايوه هو يعتبر انه ما بيبصش لمساله الشعب ولا الدوله في مصر. هو بيقول لك ما شفتش انت في المانيا قال ايه للجاليه اللي هو صاحبها معاه من مصر، الجاليه المصريه اللي راحت المانيا ورجعت معاه، بيقول لهم احنا النهارده الدنيا كلها بتسمع لنا المخابرات والفلاسفه وكده. نعم. بعد ما انا بقيت دكتور وبتاع باعتباره طبيب. نعم. قدام واحد وانا بكتبه على القناه بتاعتكم، يعني قلت احد منجزاته انه حصل على بكالوريوس الطب والجراحه، وده حاجه قديمه جدا ان شاء الله يعني يبالوه في نقابه الاطباء. لكن انا بقول لحضرتك انه كما تعرف وما كما يعرف العالم هذه الشخصيات بتبقى يعني مش وضيعه، مركب النقص فيها عالي جدا، فهو بيبحث عن اي سكه. هذه السكه هي ايه؟ يتعامل مع جنرال زي خلاص، وبعدين مع جنرال والاثنين ضد شعوبهم. دي عقليه لا، اذا كان فيها عقل يعني، دي اشخاص لا علاقه لها بالحياه، بالسياسه، بالديمقراطيه، بالانسانيه، بالعمل السياسي، بالعمل بالشراكه، ببناء انسان. ده دبابه بتدوس. نعم. وبعدين بالاخر خلاص بتاتي وقتها، وبعدين يقول لك الحمد لله الذي نجانا من الاخوان. نعم. بعض يعني المهووسين به كما كان المهووسون بعبد الناصر يفعلون نفس الشيء. اللي عنده حقد داخلي من انجاز للاخوان، من انجاز للثوره، من تفوق للاخوان، ما عملوا ايه في العالم؟ عملوا ايه؟ انا عاوز افهم حد يطلع كده يقول لي بعد كل هذا الدمار اللي حصل في مصر واللي حصل في ايام عبد الناصر في كل دول العالم، لماذا؟ لماذا هذا الحقد؟ هات لي واحد نصاب منهم، واحد حرامي منهم، واحد فاسد منهم. ما في اكيد ما فيش حاجه فيها استثناء. بس هات لي قضيه واحده من الناس اللي اشتغلت مع مرسي ومن بعد الانتخابات 2011 لحد النهارده، الانتخابات البرلمانيه طبعا. ما فيش حاجه يا ابويا. مثال للحب والطهاره فالحقد ده حقد. طبع دنيء. فاكر لما تيجي تتعامل مع واحد حاقد خلاص بقى يعني. يعني مسائل. فلا تستغربن ما يقوم به السيسي، والله العظيم ما تستغربش اي حاجه منه، وتوقع منه كل شيء، وانا توقعت ده، واتوقع ان المزيد قبل ان يعزل او يمشي او يختفي هتطلع فضائح كتير وبلاوي كتير. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور حمزة زوبع القيادي في حزب الحرية والعدالة، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سنذهب وإياكم في فاصل قصير ثم نعود، تابعونا. صوت الحق فيه مخنوق، وصوت الظلم فيه عالي، وخدام العدا بيسوق وطن مسروق. يا إما ننحني لكلاب وننسى اللي اتقتل واتصاب، يا إما تقاطيع الأعتاب، يا إما تتقتل مشنوق. يا محلى الموت يا رافع راس بلدنا فوق، يا محلى الموت ولا تسيب الوطن ما
مسروق يا محلى الموت يا رافع راس بلدنا فوق يا محلى الموت ولا تسيب الوطن مسروق يا خدام العداء اعدل انا اصلا مكاني فوق وشوش غبية مصدقة إن في إيديك المشنقة من اللحظة دي أنا حبتدي أجمل حياة من غير شقة حعيش وحتعيش فكرتي والموت ماهوش في حسبتي ده الحق هو قضيتي والحق فوق وطن مسروق أهلا بكم من جديد مشاهدينا في نافذة على مصر. مهندس أحمد سعد، يعني قبل الفاصل مع الدكتور حمزة زوبع طرحت العديد من النقاط من ضمنها الصراع بين معسكر شفيق وبين السيسي. هل ترى بأن هذا الصراع قد يعني انتهى لصالح السيسي على حساب شفيق، خاصة مع استقالة شفيق واعتذاره من السيسي؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الصراع مستمر، لأن يعني الثورة المصرية بشكلها الحالي بالثوار بالحق يظهر وينتهي عبد الفتاح السيسي والدولة العميقة. أنا لا أعتقد أن عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يهزم الدولة العميقة، لأن الدولة العميقة متشعبة. والمثال بسيط جدا، أيام الانتخابات أو أول يومين من انتخابات الدم اللي انتخابها فيها السيسي، وجدنا الإقبال الضعيف جدا من الشعب او من المناصرين عبد الفتاح السيسي، اللي هم كما يقال عليهم مناصرين. وقيل وقتها ان رجال الاعمال ورجال الفضائيات اللي هم مؤيدين لمبارك او رجال مبارك، ان عبد الفتاح السيسي قبلها طلع وقال لك ان انا معليش دين على حد، وبالتالي هو في لما جت الانتخابات قرص ودنه. وبالتالي يومين اللي هو اول يومين كان في اقبال ميت تقريبا،
وبعد كده اليوم الثالث عشان كده مدوا اليوم الثالث. فبالتالي الصراع لن يكون صراع منتهي لفترة زمنية وممكن يستمر الفترة يعني. طيب أيضا طرحت قضية السلاح المصري الذي يباع لنظام بشار الأسد في سوريا، يباع للحكومة يعني الطائفية في العراق كما يسميها كثيرون، وللحوثيين أيضا في اليمن، وهؤلاء يجمعهم جامع واحد كما تعلم. السؤال، ماذا يريد السيسي؟ يعني ما هو هدفه؟ للأسف عبد الفتاح السيسي هو نموذج للقائد الذي لا يعرف هو عاوز ايه. هو عاوز يعني اي حد يعني. عبد الفتاح السيسي انا لا اعتقد عنده استراتيجيه موحده او استراتيجيه يعني مستقبليه. انا اعتقد عبد الفتاح السيسي اللي ماشي هو الموساد الاسرائيلي زي ما قال الدكتور حمزه، وانا اعيد هذا الكلام، ولجهات خارجيه هو فعلا ينظم او يقوم بدور الشرطي بالاجر او العسكري ابو شيلين لما كنا عليه في مصر كده، قال له ترشيب حاجه يعمل لك اللي هو عايزه. عبد الفتاح السيسي عندما يرسل اسلحه الى الجيش بشار، والاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبليه كان عامل المعارضه السوريه الهشه زي ما بيقولوا، كانت عامله لقاء في مصر وفي القاهره، كانت تبدو من الافق ان هو كان بيقول لجماعه احنا عايزين نموذج مصالحه في سوريا يكون من ضمنها بشار الأسد، ومعروف للجميع أن بشار الأسد لن يكون بأي شكل من أشكال جزء من الحل أو المصالحة السورية. بشار الأسد خارج المصالحة السورية، كما عبد الفتاح السيسي حاليا هو سبب المشكلة المصرية والنظام، وليس عبد الفتاح السيسي فقط ولكن النظام الكامل في مصر هو سبب المشكلة، ولن يكون عبد الفتاح السيسي والنظام الحالي جزء من حلة المشكلة المصرية، وبالتالي لن يكون بشار جزء من حل المشكلة المصرية. نرجع نقول أنه كذلك في اليمن هو بيحاول أنه يضغط على المملكة العربية السعودية بإرسال أسلحة لليمن والحوثيين، وهو استقبل الحوثيين في مصر، وبالتالي نحن نعلم يعني هو للأسف هو يعني في ناس بتمشي وهو يمشي وراهم يعني. نعم. طيب يعني الحقيقة الشعب المصري مشاهدينا وقع في حيص بيص بعد الفتوى أو بعد حديث أحد شيوخ السيسي وخطبته خطبة الجمعة التي تحدث فيها أو حذر من أنه من يدعو على السيسي ربما يصاب بالشلل، وقال بأنه أحدهم حاول على مدى أيام أن يذهب إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة ويدعو على السيسي ولم يستطع لأنه أصيب بالشلل. نتابع هذا النموذج من مشايخ السيسي ثم نعود. وكنت أدعو على الظالمين على مستوى القارات الأحياء منهم والأموات، قال ودعوت على صدام ودعوت على بشار ودعوت على الأسد ودعوت على القذافي، ولما أتيت أن أدعو على السيسي شل لساني. هذا الرجل قال هذا الكلام، وقال كنت أؤخر الدعاء عليه إلى الآخر حتى أجعله آخر الظالمين فأدعو عليه بقلب صرف بحديث الآخر عشان يدعي بعض بعد. قال أشل لساني فلم أستطع. فقلت في نفسي ما الذي حدث؟ هل شل لساني أم أصابني خرس؟ ما الذي حدث؟ قلت له يمكن أنت كنت خايف ولا حاجة، أنا حفظت من مين؟ إذن مشاهدينا وأحدهم حاول الدعاء على السيسي، ونتابع وإياكم ما الذي أصابه. اللهم انتقم من حفتر ومن بشار ومن اللهم انتقم من حفتر ومن بشار ومن هو فيه. اللهم انتقم من حفتر ومن السيسي ومن بش الظهر الأكل أخراني ضبطت معه أخيرا مشاهدينا. وينضم إلي من القاهرة السيد علي هاشم، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب. أرحب بك سيد علي هاشم. يعني لن أسألك، ولكن ما تعليقك على ما قاله هذا الشيخ؟ شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم. أقل ما يقال أن حكم السيسي هو فترة التفويض البشري إلى التفويض الإلهي. العارف بالله سيدي السيسي هو يريدها دولة دينية، لكن كما يراها هو عبد الفتاح السيسي وكما يرى موقعه فيها، الدين مكون أساسي في فلسفة حكمه، فقد ارتبط عند عبد الفتاح السيسي بتلك الأمور التي يراها البعض خرافات كالأحلام والرؤى كما تحدث من قبل، وعند آخرون بأنها لا تأتي إلا لأصحاب الخطوة والحظوة. عبد الفتاح السيسي بيعتمد فلسفة بتنبع من كونه محاطا بالتأييد الإلهي، يرى في نفسه أنه جاء لحماية هذا الدين وتجديده والثورة على الجامد منه، يرى أنه يمثل الوجه الصحيح للدين وبأنه مبعوث العناية الإلهية في الأرض، يتحدث وكأنه موحى إليه من السماء وأنه أحد أنبياء هذا الزمان، وبأن كل ما يقوم به إنما هو منحة وهبة إلهية، وبأن الله اختصه دون سواه بالحكمة والبصيرة، وأن من يخالفه في الرأي إنما يخالف تعاليم السماء، يرى نفسه أمينا على خزائن الأسرار وأن الكل يشير إليه بالبنان. نعم، هو يرى نفسه في مقام العارفين الأخيار المجتبين، يؤمن بأنه جاء مخلصا للبشرية، وربما أيضا أنه يرى في نفسه أنه المهدي المنتظر. هو يراها دولة ولكنها دولة الذين يطلقون عليهم الدراويش. هو هذا عبد الفتاح السيسي كما يرى نفسه وكما يراه أنصاره، دولة الحاكم بأمر الله سيدي عبد الفتاح السيسي. هذا هو الواقع وهذا ما تشير إليه الأحداث قبل أن يوصف بالنبي، وبعدما وصف بهذه الأوصاف التي لا تنطبق على بشر، هو يرى نفسه أنه هو هذا الرجل المخلص للبشرية. يعني ربما حامي حيم العناية الإلهية. ربما يفهم أن السيسي يرى في نفسه ذلك، ولكن مناصريه ومؤيديه، يعني السؤال كيف يرونه بهذا الشكل؟ هل يعني ما أثير مؤخرا حول لحم الحمير، هل لذلك علاقة بذلك؟ يرى البعض هنا في مصر أن عبد الفتاح السيسي هو ذلك المنقذ الذي جاء لهم ليخلصهم من تلك التيارات الدينية ومن الإخوان ومن هؤلاء الذين يتحدثون باسم الدين، وأنه مصر كانت على شفا حفرة من أن تغرق وأنها كانت ستتحول إلى حرب أهلية، وأن هذا المسمى عبد الفتاح السيسي هو من جاء لينقذ هذه البلاد، هو ذلك المبعوث الإلهي الذي أتى لينقذهم لكي يخرجهم من هذه الحفرة الكبيرة ومن هذا الوحل كما يتوقعون. يرونه مخلصا لهم كما تراه الكنيسة، يرونه هو ابن السماء، يرون فيه منقذا لما يدعون بأنه اضطهادات قبطية تحدث في مصر، كما يراه الفقراء في مصر بأنه سوف يجعل الأيام سخاء رخاء على أرض مصر، كما يراه بعض الليبراليين والعلمانيين بأنه أنقذهم من تلك الدولة الدينية التي كانت ستطبق الحدود وستزوج البنات في سن 9 سنين، وبأنه جاء لكي يجعل من مصر دولة ديمقراطية تحتكم إلى القانون وإلى الحريات، ولكنهم فوجئوا بهذا العته الذي نراه وبهؤلاء المفوضين الذي خرجوا في الشوارع يفوضونه ثم انفضوا من حوله بعدما رأوا هذه الأوهام التي قام بها عبد الفتاح السيسي بعد عام من حكم السفاح. عام كامل سقط فيه الشهداء، كيف يرون ذلك؟ عام كامل اعتقل فيه الشرفاء وغيب الأطهار وطرد فيه المصلحون، كيف يكون هذا منقذا وكيف يكون هذا مخلصا لهم؟ بعدما أكل المصريون لحم الحمير، بعدما ارتفعت الأسعار، بعدما وصلت البلاد إلى هذه الحافة العميقة السحيقة من الفساد والاضطهاد، صدرت أحكام الإعدام والسجن ضد الأبرياء. عدد أحكام الإعدام خلال عام من حكم السيسي فقط 408 حكم، نفذ منها 7 أحكام في قضية عرب شركس وقضية محمود رمضان، من إجمالي 1665 مواطن تم إحالة أوراقهم إلى المفتي في 24 قضية منذ يوليو 2013. كيف يرونه منقذا؟ كيف يرونه الآن ومصر تعهج تحت هذه الأزمات المتردية والاقتصاد المهترئ المتردي وهذه الأحوال الاقتصادية السيئة جدا؟ احتقال ما يقرب من 50,000 معتقل حتى الآن في مصر دون اتهامات واضحة، انتهاك وتعذيب واختطاف قسري وظروف غير أدمية أو إنسانية في المعتقلات أدت إلى وفاة 269،
92 منهم من السياسيين و177 من الجنائيين منذ 30 يوليو 2013. كيف يرون هذا العهد بأنه عهد منقذ أو عهد مخلص؟ كيف يرون فيه العارف بالله سيدي عبد الفتاح السيسي؟ ويحدث في مصر ما يحدث فيها الآن من هذه الانتكاسة الخطيرة جدا التي تؤثر على مستقبل المصريين ومستقبل المنطقة بأسرها. كيف ذلك؟ تحولت السجون وأماكن الاعتقال إلى مراكز للتصفية الجسدية ضد المعارضين، لا توجد أي أنواع من الرعاية أو العناية أو توفر العلاج والخدمات الصحية لهؤلاء. هل هؤلاء بشر أم أنهم يرونهم في مصاف الكائنات الأخرى؟ كيف يصفه البعض بأنه المنقذ وأنه المخلص وهذا يحدث الآن في مصر؟ كيف يرون فيه ذلك ومصر الآن خارج حسابات الغرب تماما؟ صحيح، سؤال كبير جدا. أشكرك جزيلا السيد علي هاشم عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مهندس أحمد سعد، يعني ومصر في هذا الانحطاط وفي هذه الهاوية يتحدث مثل هذا الشيخ، يظهر بهذا الكلام الذي يعني لا يمكن لعقل بشري أن يقبله. القرية الفرعونية في مصر تضع صورة جولدا مائير مع سوزان مبارك ولميس الحديدي، وعلى اعتبار أنهن من نساء مصر الرائدات. هل لأكل لحم الحمير علاقة بذلك؟ أنا أعتقد لي علاقة مباشرة بالموضوع ده، لأن جولدا مائير كانت تسببت في قتل وتعذيب وتشريد آلاف الأسر العربية وليس المصرية في الجولان وفي فلسطين المحتلة وفي مصر. جولدا مائير صاحبة اليد العليا في على مصر وعلى عبد الناصر في هزيمة 67، جولدا مائير التي أذلت العرب في 67 وما قبلها وما بعدها، جولدا مائير التي كانت تكره العرب ككرهها للأشياء يعني الواحد يعيب إنه يقولها، جولدا مائير التي نكلت بالأسرى المصريين في 67 وذبحتهم هم أحياء ودفنتهم هم أحياء، جولدا مائير التي قامت الدنيا المنتقد على مصر، جولدا مائير التي شاركت في قتل جميع والأسرى المصريين والفلسطينيين والأردنيين. هذا هو العار يا أستاذ زياد، أن نحتفل نحن في مصر بهذه القاتلة التي قتلت وشردت مصر والمصريين، جولدا مائير وسوزان مبارك التي تركت أثار مصر، سوزان مبارك السيدة مصر الأولى أو السيدة بتاعتهم كما يطلقون عليها، كذلك كل هذه الأشياء. نحن في زمن عور، زمن أغبر زي ما بيقولوا. نحن عندما نحتفل بأن هؤلاء السيدات هم رائدات في مصر ورائدات عصر، هذا هو العار، عار على كل مصري أن يحتفل مع هؤلاء بذلك. قبل أن نختتم أستاذ زياد، يعني جملتين، نحيي الأستاذ حامد يوسف موسى على هذا الانشودة الرائعة، يعني فعلا هزت القلب وأدمعت العين. نحييه ونشكره لنية خاصة لإعدام وطن. نحيي عبد الله الشريف الذي عبر بلسان وبأفعال رائعة عن حال المصري الرافض لهذا النوع من عساكر أو شيوخ العساكر. كذلك نطالب جميع الإخوة المصريين وجميع العرب، نحن على أيام شهر رمضان المبارك، تذكروا أن لنا إخوة في مصر ما بين شهيد ومعتقل ومطارد، تذكروا أن لنا إخوة في مصر أهليهم يحتفلون برمضان بغير ذويهم، تذكروا أن هؤلاء يحتاجون الدعاء أولا، يحتاجون منكم الوقوف إلى جانب إخوانكم. نطالب جميع الإخوة في جميع أنحاء العالم النظر إلى إخوانهم في مصر، وليس بيد العطف ولكن بيد الإخوة، بيد أن هؤلاء ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذه القضية، قضية رفعة الوطن ورفعة الدين الإسلامي. نطالب جميع الإخوة أن يكونوا على قدر المسؤولية. نحن في رمضان ونحن نعلم جميعا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في مصر، على جميع الإخوة والأخوات والأبناء، نحن نحتفل جميعا بأعياد برمضان وتملأ موائدنا الطعمة. نطالب الجميع بأن يتكاتفوا مع أخوانهم في مصر ومع سوريا ومع فلسطين، هذا هو الواجب، وأقل شيء تفعله أن تساعد إخوانك في هذه البلاد، أن تقف إلى جانب الحق وأسر الحق. نعم، ونحن على أبواب 30 من يونيو، ذكرى 30 من يونيو والثالث من يوليو، ذكرى الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر. أشكرك جزيلا المهندس
أحمد سعد الناشط السياسي المصري على حضورك معنا. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم دائما بخير، دمتم في أمان الله، وأترككم مع هذه المظاهرة التي جرت قبل قليل في المعادي دعما للشرعية ورفضا لحكم العسكر. تصبحون على خير. شبكة أومو العمر المختار، واحدة من الشبكات الرائدة في مجال الألبسة والأحذية. بفروع شبكة أومو ستجدون مجموعة واسعة من الألبسة والأحذية لماركات عالمية مختلفة، منها تومي، لاكوست، ناوتيكا، بوس، نايك، رالف لورين، بوما، والعديد من الماركات الأخرى. لأن كل ما ننتجه طبيعي 100%، ولأننا لا نستخدم المركبات الكيميائية في منتجاتنا، فكل من استخدم منتجاتنا أكد لنا فاعلية أدويتنا العشبية الطبيعية. منتجاتنا مجازة طبياً ومصرح باستخدامها من جميع الجهات المعنية. منتجاتنا، استخدمها بأمان. نفخر بشركائنا ووكلائنا حول العالم. تواصل معنا لتكون وكيلاً لنورس. نورس، لقمان الحكيم، صحتكم حياة. رمضان شهر الخير، يأتي علينا كل عام فنجهز بيوتنا بما نحتاج ونحب من الغذاء. وهو رمضان ذاته يأتي على بعض أهلنا وليس لديهم ما يعينهم على الصيام والقيام. هو رمضان ذاته يأتي على هذا وذاك. ولأن شهر الصيام ما جاء إلا لنشعر ببعضنا ونتشارك مع أبناء أمتنا، نعمل في مؤسسة العون التعليمي الفلسطيني على تقديم السلات الغذائية لأسر الطلاب المحتاجين لتوفير احتياجاتهم الأساسية في الشهر الكريم. تبرعكم يجعل رمضانهم أجمل.
في مطاعم أبو زاد أنت في ضيافة الذوق الراقي والخدمة المتميزة. مطاعم أبو زاد تحضر أشهى المقبلات مع ألذ أنواع أطباق اللحوم والمشويات المتميزة والشاورما الأصلية والطاجين المميز المحضر بنكهة أجود التوابل الشرقية الأصيلة. نكهة أبو زاد تحمل لك عبق دمشق وأنت في ضيافة محلاتنا في لندن. زوروا موقعنا www.abuzad.co.uk. نحن رواد المطبخ الشرقي الأصيل، فزورونا. بصوا احساسي انا اتكلم على 20 سنه تقريبا عشتها في البلد دي، اعتقد ما شفتش فيهم غير اللي هو الغل من السلطه، اللي انت طول الوقت انت عمال يدوس، فانت فجاه خلاص فجرته في وشه. تمشي ازاي في الشارع من غير ما امين شرطه يجي ينزل عليك، من غير ما ضابط يفرض عليك اتاوه، من غير ما انت تروح الجامعه فتلاقي امن الدوله بيرشق حواليك، من غير ما تيجي تعمل مظاهره عشان حتى لو كان كتاب فتيجي تلاقي نفسك بتقبض عليك. حاجات كتير قوي. ان الدوله ليها اكتر من فكر، ليها فكر سياسي، ليها فكر اجتماعي، لا فكرة أمني، اللي انت ازاي يبقى جواك الفكر الأمني فانت طول الوقت حاسس ان انت في مؤامرة عليك من بره، ازاي تزرع فيك الفكر السياسي اللي هو كفاية اللي احنا عايشينكو، الفكر الاجتماعي اللي انت عايش عيشة زي الفل، انت احسن من غيرك، ده فكر الدولة وده قمع الدولة. يعني اعتقد الجيل اللي هو تقريبا يا نص دلوقتي في السجون يا نص مقتول، واللي عايش دلوقتي مقتول نفسيا ما كانش عايش مع الدولة او ما كانش موجود جوه الدولة. بكرة الثورة تقوم وتخلي بتاف ده صدقني، كان كل واحد بيهتف وكان بيحس بغل. يا بكرة الثورة تيجي تخلي ما تخليش عندها زحمة، بكرة الثورة تيجي مش هخلي عندها ظباط مرتشيل في المرور. الثورة كانت حلم وماتت، بس احنا ابهرنا الناس حاجة واحدة بس، اللي احنا قدرنا نشيل نظام ونرجعه تاني. فلو ايه سوري احنا كنا بنعمل مع حضرتك شايف ايه؟ والله يا باشا النضارة اتكسرت وانا وداخل فمش شايف حاجة. بص انا مش شايف، انت بتغمي عينيك بمزاجك مش غصب عنك. اللي انت عارف انت لو فتحت انت هتتضرب يعني تتسجن، فانت مش محتاج تفتح عينيك. مش شايف ثوره تعيش انت بقى؟ مفيش. مش هضحك عليك واقول لك ان في امل؟ فين الامل؟ في مين الامل؟ بص هو الامل في حاجه واحده بس، لو احنا قمنا الصبح قتلنا كل ما هو فوق ال 40 سنه. استقرار. يقول لك ما انتوا لو هديتوا بطلتوا مظاهرات. ايه طب ما احنا هدينا وبطلنا مظاهرات، هتسيب بالامان؟ يا ما تسيبوه يكمل شغل، سيبني انا اعيش وانا سيبك انت تكمل شغلك. ما انت طول ما انت بتقتل فيا فانت مش هتستمر، وعاش الملك مات الملك ويسجدوا لك، انت في طول الوقت انت مش هتحس ان انت غلط، فبالتالي انت مش هتصلح حاجه. مفيش امل، والله العظيم ما في امل، انسى. كتير.